مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. مستمرين في حديثنا عن الدراما في موسم رمضان 2024، والحقيقة من المسلسلات اللي بتسرد كده بتغرد لوحدها خارج السرب، ويعني رجعتنا لشكل الدراما اللي الناس كانت مفتقداها، الدراما الاجتماعية اللي شبه شوية المسلسلات بتاعت زمان. مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني وكل طاقم العمل الجميل اللي منور، الفنان الكبير صلاح عبد الله، الفنان علاء مرسي، الفنانة الجميلة جمانة مراد. الحقيقة يعني بيتناولوا قضايا تهم ناس كتير جدا، قضايا اجتماعية، قضايا زي السوشيال ميديا وتعامل الشباب مع السوشيال ميديا وتأثيرهم على ده وتأثير كل ده على الأسر المصرية وكل التغيرات اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا ودخولها بشكل كبير لكل البيوت المصرية، تأثيرها على العلاقات الإنسانية، تأثيرها على أخلاق الناس. حقيقة من الأدوار الملفتة جدا في المسلسل هو دور نعناعة. نعناعة البنت الشعبية صاحبة الكشك واللي بتجسده الفنانة الجميلة جمانة مراد، والحقيقة كانت عندها أدوات خاصة في أداء الشخصية الشعبية اللي هي مش جديدة عليها، هي عملت أدوار شعبية كتير لكن كل مرة بتقدم الدور بشكل مختلف، عندها أدواتها اللي تقدر تقدم بيه كذا شخصية شعبية من غير ما تبقى واحدة فيهم شبه التانية. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل مع الفنانة جوانا مراد اللي منورانا دلوقتي على الهاتف. أهلا بيكي ومبروك دور نعناعة في يعني عتبات البهجة والمشاركة مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة والدكتور يحيى الفخراني. مساء الخير يا هدير، مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم، كل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين يا حبيبتي، وشكرا على الكلام الحلو اللي انت قلتيه، والحمد لله انا كنت محظوظه السنه دي ان انا اشارك دكتور يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجه، ومبسوطه ان مسلسل كده يعني دخل قلوب الناس، وهو زي ما قلتي مسلسل اجتماعي بسيط لكل يعني مناسب لكل الأعمار، بيناقش قضايا الشباب، بيناقش قضايا مهمة كتيرة تخص الشباب، فيعني مبسوطة إن الناس حابة. عايزة أسألك بقى عن نعناعة، حضرتي للشخصية دي إزاي والأدوات اللي أنت استخدمتيها في الشخصية؟ أنت طول المسلسل تقريبا مش حاطة ميك اب، لابسة العباية، شكل الشخصية أدواتك كانت إيه؟ يعني حضرتي ازاي لشخصيه نعناعة والمشاركه مع الدكتور مجدي ابو عميره؟ والحقيقه هو بيكتب الدراما الاجتماعيه وبيخرجها بشكل مختلف طول عمره. يعني مظبوط، هو طبعا من زمان كان نفسي اشتغل انا والاستاذ مجدي ابو عميره، وهو مخرج مهم وكبير وليه علامات في الدراما المصريه، عمل اعمال مهمه كتيره جدا. فزي ما قلت لك انا كنت محظوظه ان انا يعني في المسلسل ده مع استاذ مجدي، مع دكتور يحيى كتابه، دكتور مدحت العدل انتاج، استاذ جمال العدل، واصلا عتبات البهجه هو روايه للاستاذ ابراهيم عبد المجيد، روايه عتبات البهجه. فالعناصر بصراحه كلها مهمه، ولما قريت دور نعناع، هي شخصيه حراقه بس في نفس الوقت هي بتجسد شخصية ست شقيانة وعارفة يعني شخصية ست موجودة بنشوفها كتير في واقعنا. أنا معروف عني إن أنا حد بيذاكر وبيجتهد جدا وبشتغل على نفسي قوي، ويمكن معروف عني كمان أنا بحب أقدم الأدوار الشعبية. والسنة اللي فاتت كنت مقدمة طبعا يعني مراسي، فكنت بصراحة حريصة كل الحرص ان انا اعمل حاجة ما تلمسش مع مراسي، تبقى مختلفة. والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نعمل نعناع بطريقة مش شبه مراسي ابدا ولا شبه اي حاجة شعبي عملتها لا في السينما ولا في التلفزيون. هي طبعا زي ما قلت لك مكتوبة كده، يعني هي نعناع ست شقيانة بتدور على حياة كريمة. أنا يمكن حاولت أخليها خفيفة الظل شوية، ليها كده أدواتها اللي تخصها عشان تبقى مختلفة عن أي حد، يعني شخصية كده منفردة لوحدها. هو الشعبي دلوقتي، الشخصية الشعبية، البنت الشعبية دي اختلفت عن اللي كان بيقدم قبل كده، لأنه الدنيا كلها بتتغير، فأكيد برضو طبعاً الفتاة الشعبية دي اتغيرت، بقى عندها لزمات جديدة، شكل جديد.
بصي، هو احنا لو بصينا على افلام زمان ومسلسلات زمان وبصينا على حياتنا دلوقتي، مش على مسلسلاتنا، على حياتنا دلوقتي، هتلاقي ان طريقه الكلام اختلفت، اسلوب الكلام اختلف، ما بقناش نتكلم زي زمان. يعني الشعب دلوقتي غير الشعب بتاع زمان. الافيهات اللي بنتكلم فيها طريقه مختلفه، الحياه عموما اختلفت، فاكيد دلوقتي يعني غير عن زمان. فانا بصراحه حاولت يعني عملتها شبه الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي. وهي يعني بتهتم بالماده جدا، واه هي شقيانه لكن كانت هتتجوز واحد بس عشان الفلوس. هقول لك على حاجه، انا حاولت ان اخليها قريبه من الناس جدا، فما حطيتش ميك اب، لان مش معقوله ست شقيانه في الشارع هتبقى حاطه ميك اب وحاجات دي. ما بيشغلكيش ده يا جمانه؟ يعني دي حاجه العباية تشغل كل الستات، يعني ما بتبصيش على نفسك وانت بتصوري؟ ما بيشغلكيش ده؟ لا ابدا ابدا ابدا، دي اخر حاجه تشغلني. انا بعمل شخصيه وبنسى جمانه، انا بقدم دور لازم يبقى قريب من الناس، لازم يبقى مقنع، لازم يبقى فيه مصداقيه، وعشان يبقى فيه مصداقيه لازم يبقى حقيقي، عشان يبقى حقيقي لازم يبقى شبه الناس صح اللي موجودين يعني في الشارع، مش اللي هو جمانة. يعني جمانة كل الناس عارفاها، ممكن تفتحي على السوشيال ميديا وتفتحي على الانستا بتاعي ولا فيسبوك وتشوفي جمانة عاملة ازاي، بس هنا انا بقدم نعناع او اي شخصية تانية مش انا. فانا اصلا انا مش من النوع اللي بيتفرج على نفسي حتى وانا بصور. واخر حاجة يعني ممكن تشغلني هي الشكل، لان انا ممثله بقدم شخصيه، مش طالعه اقول انا جميله او مش جميله او يعني دي انت كده كده قمر يا جمانه، ده موضوع مفروغ منه. الناس عارفاني. بصي بقى التواضع. طب جمانه بتاخدي راي مين؟ يعني مين اول ردود الافعال اللي جات لك على المسلسل؟ بصي، هو اول حاجه انا لازم احس بالشخصيه، لازم احبها، لازم تلامسني، لازم احس ان انا فعلا حباها ومصدقاها وقادره اعمل منها حاجه. بعد كده بشتغل عليها على قد ما اقدر، بذاكر وبحفظ وبجتهد وبحاول اطلع بكاركتر كده، ويوم التصوير كمان قدام الكاميرا سبحان الله بفصل فببقى هي. فبستنى بقى ردود الافعال. الحمد لله ردود الافعال كلها حلوه، والناس حابه النعناع وبتستنى مشاهدها. انا كفايه الجمله دي لما بتتقال لي بحس ان يعني الحمد لله انا قدرت اعمل حاجه. الحمد لله الأصداء حلوة، وإن شاء الله كده ربنا يتمم لنا على خير، ويعني وتفضل الشخصية كده يعني الناس أحبها وحابة شغلها. أكيد يهمني رأي أي حد وكل حد في أي حاجة أنا بعملها. يعني أنا مثلا ما بقولش لا أنا مثلا ما يهمنيش الرأي ده أو أنا عايزة الرأي ده، لا أنا يهمني رأي كل الناس، ويهمني اكتر حاجه الناس في الشارع يعني ازاي مستقبلينها. فانا مجرد ان انا الناس بتنده لي نعناع، فبعرف ان انا مثلا لا دي حبوها، علمت، دخلت قلوبهم وده المهم. انا ببارك لك، ويعني مبسوطه بمشاركتك معانا الفنانه جمانه مراد. مبروك نجاح عتبات المهجه، وعتبات البهجه، وكل سنه وانتي طيب. حبيبتي تسلمي لي، ميرسي جدا، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم. اهلا اهلا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل بعد برنامجنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم في كل مكان. خلال دقائق هتبدا دوره كاس العاصمه الاداريه الجديده، واللي بتشهد مشاركه اربع منتخبات: مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس. الماتش هيبتدي خلال يمكن ثلاث دقائق الساعه 10 ما بين مصر ونيوزيلندا. الدوره دي ده الظهور الاول والمهمه الاولى لكابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخبنا الوطني لكره القدم. الحقيقه الناس مستنيه كتير من كابتن حسام حسن بعد يعني الاداء الباهت لمنتخبنا في كاس الامم الافريقيه في 2023، فمنتظرين هيقدم لنا ايه كابتن حسام حسن مع المنتخب. وكمان المهم واللافت للدوره دي انه ده افتتاح استاد مصر بالعاصمه الجديده، والحقيقة زي ما حضراتكم أكيد تابعتوا وشفتوا الصورة، هو واحد من أكبر ملاعب كرة القدم في إفريقيا والشرق الأوسط، سعته تقريبا ممكن توصل ل 90,000 متفرج. محتاجين ان احنا كنا يعني يكون عندنا هذه الامكانيات وهذه البنى التحتيه علشان نقدر نستقبل بطولات
عالميه. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن البطوله، وكمان نتكلم عن تشكيل منتخب مصر لمواجهه نيوزيلندا اللي خلاص تقريبا بتبتدي، مع الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير عليك، وازاي شايف استعدادات كابتن حسام حسن لمهمته الاولى مع منتخبنا الوطني النهارده امام نيوزيلندا؟ مساء الخير على حضرتك يا استاذ هاني، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا مباراة مهمة جدا، ضربة البداية للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني. أكيد الناس كلها منتظرة تشوف الأداء مع كابتن حسام حسن هيبقى عامل إزاي، إيه الاختلافات عن الأداء اللي قدمه منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع فيكتوريا. شايفين التشكيل اللي بيلعب بيه الكابتن حسام، أعتقد إن هو تشكيل هجومي، وده اللي كان الجمهور محتاجه، محتاج يشوف منتخبنا الوطني اللي هو النسخة الجديدة لمنتخبنا. شفناها قبل كده في بطولات كتير بنلعب كره هجوميه، بنعتمد على الكره والاداء الجميل اللي دايما بيمتع المصريين، فاعتقد مفيش فرصه احسن من كده. بتلعب مع نيوزيلندا، منتخب مش كبير بالشكل اللي يخوف او اللي يخض زي ما بنقول في عالم كره القدم، لكنه منتخب من المنتخبات المحترمه. اعتقد النهارده 103 عالميا تقريبا نيوزيلندا، فبرضه ما هوش منتخب يستهان بيه. لا مش منتخب ضعيف، بس مش من الاسماء القويه برضه، بس مدرسه جديده بنلعبها، مدرسه مختلفه عن المدارس اللي واجهناها قبل كده. اعتقد النهارده يعني كل التمنيات للكابتن حسام حسن ونجوم منتخبنا ان هم عندهم هدفين النهارده، استعاده الهيبه واستعاده الروح، وان يقدموا رساله للجمهور اللي قطع مشاوير كبيره جدا جدا عشان يأذرهم ويشجعهم في الاستاد. فمحتاجين ان دي تكون البدايه لعوده الجماهير المصريه للالتفاف حول المنتخب الوطني مره اخرى. احنا كمان عندنا غيابات كتير واصابات كتير في المنتخب، وظهور ايضا للعيبه جدد مع كابتن حسام حسن، شايف ده ازاي؟ دي الرساله اللي كان بيوجهها الكابتن حسام واتكلم عنها في المؤتمر الصحفي، ان هو جاب بعض الوجوه الجديده، استبعد بعض الاسماء اللي كانت شبه ضامنه مكانها في المعسكرات السابقه لمنتخبنا الوطني. فلما واحد سال على ده في المؤتمر الصحفي قال لك ده ما فيش لاعب ضامن وجوده، ومفيش لاعب هيتم استبعاده بشكل دائم، كل اللعيبه او باب المنتخب مفتوح امام كل اللاعبين اللي هيجتهد وهيكون موجود معانا هنا في المنتخب. ودي الرساله اللي بيوجهها للكابتن حسام، عايز يحسس الناس ان فعلا في منتخب مصر وفي اختيارات كلها فير، وبالتالي مستواك في الملعب سواء بقى في الدوري المحلي او بالنسبه للعيبه المحترفين هيكون هو الضمانه الوحيده لوجودك مع المنتخب. وهو عامل توليفه كويسه من مجموعه من اللعيبه. لما اقول لحضرتك التشكيل، يعني لو قلت لحضرتك التشكيل كده على الهواء، محمد ابو جبل في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، محمد عبد المنعم، راضي ربيعه، محمد حمدي، وسط الملعب مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، وثلاثي خط هجوم عمر مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد. لما تشوف التشكيله والتنوع اللي موجود فيها من لعيبه، في لعيبه بتلعب جنب بعضيها في النادي الاهلي تقريبا اكثر من لاعب، ربيعه، منعم، محمد هاني ده بيلعب مع النادي الاهلي، مروان وامام وقفشه 11 لعيب تقريبا من النادي الاهلي. بس في التشكيله معانا بنتكلم حضرتك في 6 لاعبين في التشكيله الاساسيه من 11 لاعب. ده بيوريك نوع من انواع الانسجام. الكابتن حسام هدفه الانسجام، يكون في انسجام في الملعب، مش هدفه دايما كنا بنشوف في معسكرات سابقه ومع مديرين فنيين اخرين فكره اللي هو التنوع في التشكيل عشان ما يقولش على انا بجامل الاهلي وبجامل الزمالك. كنا بنعمل تشكيل ائتلافي، رغم ان احنا ممكن نعمل تشكيل، يعني لما تشكيل منتخب مصر يكون معتمد على الاهلي، معتمد على الزمالك، المهم ان يكون في 11 راجل في الملعب يقدروا يحققوا طموحات الجماهير ويحققوا نتائج طيبه. فده اللي عامله الكابتن حسام، بنتمنى له التوفيق لان هو عنده مهمه كبيره جدا جدا جدا، مهمه استعاده الهيبه للمدرب الوطني. صحيح. لان لا قدر الله في حاله يعني فشل الكابتن حسام، وده حاجه ما بنتمناهاش، صعب جدا تلاقي على مدار السنين المقبله اي اسم وطني يقود منتخبنا الوطني. صحيح. عايز اسالك طيب عن قيمه البطوله دي والمنتخبات المشاركه، الاربع منتخبات دي، والفيفا ادرجتها على الاجنده الدوليه ليها، وقيمه هذا الادراج بالنسبه لهذه المنتخبات، هل ده مثلا بيغير تصنيف المنتخبات دي دوليا؟ طبعا لما البطوله بتكون معتمده من الاتحاد الدولي، التصنيف بيفرق معاك، المكسب والخساره تفرق معاك في الدرجات اللي بتحصلي عليها، وبالتالي بتفرق مع المنتخبات في التصنيف. بس انا يعني بالنسبه لي من وجهه نظري اهميه البطوله دي في حاجتين. اول حاجه بتبين القدرات البشريه والتحتيه والبنيه التحتيه لمصر. البطوله بتتلعب في الامارات وتم الاتفاق عليها وتم حجز التذاكر بالفعل تقريبا في 48 ساعه بنفس المنتخبات بنفس كل الظروف
للقاهره، فده بيقول ان احنا عندنا قامات بشريه كبيره جدا وعندنا قدرات بشريه في تنظيم البطولات اللي حقيقي مصر متفوقه في فتره كبيره جدا، يعني تقريبا من كورونا ومن بعدها نظمنا عدد كبير جدا من البطولات. الحاجه الثانيه المهمه الافتتاح الصرح العظيم استاد مصر، ومش عايز اقول عليك ان هو مش استاد واحد، دي مدينه مصر الاولمبيه في العاصمه الاداريه، المدينه كلها على بعض بتضم يعني استادات وملاعب مختلفه، الالعاب مختلفه كتير جدا، فالمدينه كلها اضافه كبيره جدا جدا للبنيه التحتيه في الرياضه المصريه، وهتكون زي ما بنقول كده عامل من عوامل الجذب ان انت تستضيف بطولات مهمه في الفتره الجايه، طبعا بخلاف الاستفاده الفنيه من تواجد البطوله، طبعا منتخبات زي كرواتيا وتونس ومعاهم انجلندا مع منتخبنا الوطني هنا في مصر مع ادراج البطوله، لما حضرتك هتتفرجي على الصحافه الكرواتيه مثلا لما تتكلم عن البطوله على اعتبار النجم الابرز المشارك لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد، هتلاقي العالم كله والصحافه الكرواتيه والصحافه الاسبانيه كلها بتتكلم عن مشاركه مودريتش، وبالتالي هتظهر الجانب الجيد في مصر ومنشاتها الرياضيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، طبعا بنتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني ونشوف يعني سهرة كروية ممتعة للناس كلها، شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح لموضوع تاني، والحقيقة كان موضوع كمان واخد مساحة كبيرة امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي، كل اللي متابع مسلسل الحشاشين ووصلت للحلقة ال11 امبارح، الحلقة كانت فارقة الحقيقة والكل كان بيشيد بيها لأن كان في معارك حربية موجودة، والكلام ده بيحتاج دقة كبيرة في التنفيذ وفي الإخراج، والناس كلها كانت بتشيد بده، كانت المعركة ما بين السلاجقة وطائفة الحشاشين، ودي المعركة اللي دارت بالقرب من قلعة ألموت لكل اللي بيتفرج ومتابع المسلسل. وكمان شفنا المخرج بيتر ميمي مخرج المسلسل لما نشر فيديو من كواليس تصوير المعارك دي، لكن الحقيقة المهم وللناس كتير تاريخيين كانوا بيتكلموا عنه انه المعارك دي تقدمت بأقرب شكل للواقع التاريخي اللي حصل، وحتى قريت كتير مقارنات ما بين المعارك دي في هذا العمل الحشاشين وأعمال درامية تاريخية أخرى، وبيتكلموا عن دقة التقديم هنا من حيث تفاصيل كتير. هنتكلم مع حضراتكم مع الباحث التاريخي الأستاذ وسيم عفيفي، أهلا بحضرتك. إزاي شفت تناول مسلسل الحشاشين للمعارك في الحلقة ال11 امبارح، وتابعت ده إزاي تاريخيا، دقة نقل ده من خلال الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين؟ أولا مساء الخير وكل سنة وحضرتك بخير والمشاهدين بخير. هو أنا بالفعل بشتغل باحث في التاريخ في موقع الميزان، وموقع الميزان متابع مسلسل الحشاشين بالتغطية التاريخية من لحظة صدور البرومو في فبراير إلى عرض الحلقات يعني. وكان المسلسل متابع كويس جدا، بس كان فارق معانا فعلا الحلقة ال11 لأنه أهميتها بتكمن في إن هي أول معركة عسكرية بين السلاجقة والحشاشين ده تاريخيا. من الناحية الثانية المسلسل الحشاشين ما هوش أول مسلسل يتناول الموضوع ده، وإن كان طبعا هو مستفيض أكثر بالتفاصيل، بس كان مشاهد الحرب في الحلقة ال11 ظهرت بشكل أفضل من غيرها في الأعمال الثانية اللي قبله لأسباب إنتاجية، زي مثلا الحلقة 19 في مسلسل الإمام الغزالي إنتاج 2012، الحلقتين 25 و26 من مسلسل سمرقند في 16. طبعا هنطلع بره المقارنه دي مسلسل نهضه السلاجقه التركي في سنه 20، لانه ملوش علاقه ما بين لا الدراما ولا التاريخ يعني. المشاهد اللي ظهرت امبارح تعتبر بالنسبه لي وبالنسبه للمتخصصين في المجال ده، حضرتك بتقارن بالمعارك الاصليه، الرؤيه دي بناء على مقارنتك ما بين اللي بيحصل ده بالمعارك الاصليه، وازاي تطلع دي فنيا؟ كان مسلسل حشاشين في حلقه 11 افضل بكثير من الاعمال اللي قبله. لو احنا وقفنا على كل مشهد، من حيث ايه بقى يا استاذ وسيم؟ يعني لو نقول ده في نقاط كده، هل مثلا حضرتك تتكلم عن الاسلحه المستخدمه؟ يعني ما شفنا كلنا كرات النار اللي كانت بتترمي على المعسكر من الحشاشين، ولا الموضوع حضرتك بتقارنه من بوجهه نظر ايه؟ بص حضرتك، الاسلحه اللي ظهرت في الحلقه ال11 وهتظهر في الحلقات المقبله احنا ممكن نصنفها على 3 انواع. اسلحه فرديه هجومي، اسلحه هجوميه جماعيه، وبعد كده اسلحه دفاعيه فرديه وجماعيه. لقطات السلاح في الحلقه 11 من الحشاشين كانت دقيقه لدرجه رهيبه يعني. لان لو رجعنا للكتب الخاصه بالسلاح في العصور الوسطى والجيش السلجوقي دي تتعدى حوالي 10 مراجع ضخمه في المجال ده.
فهتلاقي حضرتك انت مثلا في الاسلحه الهجوميه الفرديه ظهر القوس، السيف، الرمح، السكين، آلة كان اسمها آلة المحباط اللي هو كان أحد الممثلين كان بيستخدمها، حاجة كده سلسلة وفي رأس وفي أولها رأس حديدية، دي كانت ثابتة في الجيش السلجوقي. عندنا مثلا التفاصيل بتاعت الخيام، الفراشين إلى آخر كل هذه التفاصيل. فأنت بتتكلمي تقريبا امبارح حوالي 12 أو 13 قطعة منتمين للعصور الوسطى وظهروا بشكل دقيق جدا ولهم صله بالجيش السلجوقي. حابب كمان اشيد الى انه المقاتلين بتوع الاسهم برضو كان كتب التاريخ دايما بتشيد بكفاءه وقوه السلاجقه في السهام. والحلقه اظهرت ده امبارح رغم الهزيمه بتاعه الجيش السلجوقي. التمهيد من خلال المشهد بتاع انه في واحده كانت في الجيش السلجوقي خانت وقتلت الجنود، برضو اي نعم دي من خلال المؤلف لكنه تمهيد عبقري لما سيحدث فيما بعد. انا في توقعاتي انه الحلقات القادمه هنشوف فيها دقه اكثر في التفاصيل، لانها هتكون مليئه بالاحداث خاصه بعد اغتيال الوزير نظام الملك اللي اتعرض النهارده في الحلقه 12. ف 13 قطعه طبعا الاشاره مش حابب انسى هنا ازاي هم طلعوا الحشاشين عسكريا، دي ما حصلتش قبل كده بهذه الدقه، ان هو يقسم انه المختارين شيء والفدائيين شيء اخر، دول لهم مهمات ودول لهم مهمات. وممكن اللي شاف الحلقه او اللي حابب يشوفها ثاني هنلاحظ ان المختارين هم اللي بيلبسوا اللبس الاسود ودول لهم مهام معينه قيادي، بينما الفدائيين بيشاركوا في المعارك لكن لهم مهمات تانية هيعملوها في الحلقات المقبلة وبدأت من النهاردة باغتيال نظام الملك. فلا العمل الإنتاج كان رقم واحد سبب أساسي في أنه المسلسل يطلع بهذا الشكل اللطيف في المعركة والجميل، يليه الإخراج طبعا. التفاصيل التانية التاريخية في المعركة لا بأمانة منسجمة، لأنه 13 14 قطعه سلاح بالدقه دي لا يدل على انه لا في شغل اتعمل في 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 الحلقه بتاعتي. عايز اسال حضرتك كمان تاريخيا عن مساله حصار قلعه ألموت اللي احنا شفناه في المسلسل، ده كان الحصار الاول ليها، هيكون في حصار اخر على حسب ما قريت يعني اللي يمكن استمر لسنين يعني. بص حضرتك الحروب ما بين السلاجقه والحشاشين لم تنتهي الا بعد ما زالت دوله السلاجقه لانها فضلت مستمره. فاحنا هنشوف الممثل عمر الشناوي هيجسد شخصيه ابن ملك شاه تقريبا من الحلقه بتاعت بكره 13. هيبتدي الليفل هيزيد اكتر بعد معركه الحصار، لان كان حصل فيها يعني، والاغتيالات برضه هتبين الحلقات المقبله كميه الرموز التاريخيه والشخصيات اللي الحشاشين اغتالوهم، وهذه حدثت بالفعل. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الباحث التاريخي وسيم عفيفي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. طبعا المعارك كانت يعني صورتها هايلة الحقيقة، كل الناس كانت بتتكلم عليها، لكن كان في جزء تاني بيتكلم في حتة تانية خالص، وهم الفنان أحمد عبد الوهاب وسارة الشامي، الحبيبين اللي اتفرقوا امبارح بالنسبة لنا كده للأبد. الله أعلم هيكون في الحلقات اللي جاية في جديد ولا لأ بعد المعركة، لكن الناس كلها كانت متأثرة بالمشهد ده برضو اللي كان في نهاية المسلسل. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. اهلا بحضراتكم في كل مكان. من المسلسلات برضو اللي منوره مع الناس جدا والناس كلها بتشيد بيها مسلسل بابا جه. احنا اصلا الاعمال الكوميديه اعمال قريبه من قلبنا جدا، لكن كمان هي فكره الكوميديا اللي بتقدم موضوع مهم وكوميديا الموقف، ودي ما بتبقاش سهله، وفكره ان هي تكون بتروح لحتت زي الاب وحقوق الاب والحاجات اللي هي دايما بيقولوا جايين عليهم فيها دي. المسلسل يعني مدي كل كامل الحق ل الأب، فأكيد قضية بتمس ناس كتير، ويعني رجالة كتير كانوا كاتبين على الموضوع ده وإنه بيمثلنا بشكل كبير. طبعا بطولة النجم أكرم حسني اللي دايما قادر إن هو يعني يمتعنا بشكل كبير بمشاهد كلها خف الدم ولذاذة وإفيهات تفضل كل السوشيال ميديا بتتكلم عنها وبتستخدمها على طول. أنا بحس إن هو يعني بيبقى عنده إفيهاته الخاصة كده وأدواته الخاصة اللي الناس كلها بعد كده بتفضل تستخدمها لوقت كبير جدا، مشاهدات كبيرة
كتيره حاصله على مدار الايام اللي فاتت للمسلسل، وخلاص احنا بنتكلم يمكن على اخر 3 حلقات جايين من المسلسل لانه 15 حلقه. خلينا نتكلم بشكل مفصل عن المسلسل. المسلسل انا بعتبره الصراحه كوميدي وراقي وبسيط في نفس الوقت. نروح للمؤلف وائل حمدي، اهلا بحضرتك ومبروك نجاح المسلسل. الله يبارك فيك، اشكرك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. فكره انه يكون دراما كوميديه اجتماعيه بتروح لقضيه زي الاب وحقوق الاب والكلام ده اللي هو يعني مش مسلسلات كتير بتتناوله، اشتغلتوا عليها ازاي؟ يعني هي مش اول مره بالنسبه لي ان انا اشتغل كوميديا اجتماعيه اسريه وفيها يعني الجو الاسره والاب والام والاولاد. كان من 10 سنين كان في، او اكثر من 10 سنين كان في تجربه الباب في الباب. كان شريف سلامه وكارولين خليل، فيعني الاجواء مش بعيده عني قوي، وخصوصا كمان شغل عالم سنسن من قبل كده، فتعاملي مع الاطفال دراميا يعني ما كانش حاجه جديده. لكن يمكن الجديد المره دي النجم الكوميدي أكرم حسني، والفكرة السطر الأساسي أو اللوج لاين بتاع المسلسل اللي فتح لنا أبواب لطيفة في التعامل مع قضايا الآباء ودور الأب في الأسرة والكلام ده كله، فالحمد لله كان في توفيق. يعني التعامل مع أكرم حسني بقى، احكي لي شوية عن التعامل مع أكرم حسني، عامل إزاي؟ هل أكرم بيتدخل في الورق؟ يعني انا كمان عارفه انه الكتابه كانت ما بين حضرتك وما بين استاذ محمد امين، محمد اسماعيل امين. طبعا صديقي وشريكي في المشروع، وتعاملنا مع اكرم كان، انا بالنسبه لي كان مفاجاه سعيده جدا، لانه كنت متخوف في الاول. اكرم من الكوميديانات اللي بيكتبوا شغلهم، صحيح، يعني في كوميديانات متميزين في ان هم بنسميهم ايه، بيكريتوا الكوميديا بتاعتهم. يعني دي كرييتور يعني، فاكرم من الناس دي، وبالتالي انا كنت قلقان في الاول لان انا يعني مش هعرف، انا في الاخر مش كاتب متخصص في الكوميدي. انا يعني بكتب سكريبت لاعمال كوميديه، بس كوميديا موقف، فكنا متحسبين شويه اكرم هيتعامل معانا ازاي. ففاجئت انه في منتهى اللذاذه والسلاسه والتفهم للدور اللي احنا بنعمله، فما كانش فيه اي تدخلات خالص في مرحله الكتابه الاولانيه، بيستنى لما الحلقه تخلص بوجهه نظرنا كامله ككتاب للسيناريو، وبعدين يبدا يقول طيب ايه رايكم هنا لو قلت كذا بدل كذا، او ايه رايكم في الموقف ده لو خليناه كذا، ونتناقش فيه. وساعات كنا بنتخانق حتى، اللي هو يعني هو كان من الحلاوه يعني اكرم انه مش لازم كل اللي يقترحه يتاخد بيه، لانه بيقتنع، ودي اهم حاجه في العمليه الابداعيه، يعني انه كلنا يبقى عندنا استعداد للاقتناع بوجهه النظر الاخرى. طب فكره بالنسبه لي كانت تجربه ممتعه جدا، يعني انه 15 حلقه، حضرتك شايف انه ده يضيف للعمل او لا؟ كنت لا شايف المسلسلات بتميل لايه اكتر؟ لانه دلوقتي بقى الشائع هو المسلسلات ال 15 حلقه. 100% ال 15 حلقه احسن، 100% على كل المستويات، مش بس للكتابه. يعني الموسم الرمضاني بيبدا العمل عليه بعد العيد الكبير، خلاص هو ده العرف. فاحنا بنتكلم على 10 شهور من بدايه العمل لحد العرض. 10 شهور للكتابه والتحضير والتنفيذ والمونتاج والكلام ده كافيه جدا انها تطلع 15 حلقه كويسين. انا يعني شايف انه يا ريت كل الاعمال تبقى 15، حتى بالمناسبه الاعمال ال 30 مؤخرا بقت تاخد اكتر من سنه في الشغل، يعني احنا السنه دي هقول الحشاشين معانا 30 حلقه بمستوى عظيم جدا، بس الحشاشين بيشتغلوا عليه من السنه اللي فاتت. صحيح. يعني فيا ريت يا ريت كل كانت الناس منتظره في رمضان اللي فات وما لحقش يخلص. بالظبط، لانه هم بيدوروا على الجوده. يعني الوقت يساوي جوده في صناعه الدراما. فطالما ما عندناش اكتر من 10 شهور يبقى خلونا نشتغل على 15 حلقه. ألف مبروك لحضرتك نجاح بابا جي، وشكرا لكل التفاصيل الهائلة والشطارة اللي باينة في كل مشهد في مسلسل بابا جي، وعلى حالة البهجة الكبيرة اللي انتوا بتقدموها في بابا جي. شكرا جزيلا على وجودك معنا المؤلف وائل حمدي. فاصل ونرجع نكمل.
اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه السنه دي عندنا بقى مجموعه كبيره من المواهب الشابه اللي منوره موسم رمضان 2024. يعني نتكلم كده على دويتو قالب السوشيال ميديا من اول حلقه، عصام عمر واحمد داش، هو مسلسل مسار اجباري، عاملين ماراثون الحقيقه في التمثيل قوي جدا، بيعلوا على بعض طول الوقت والناس مستمتعه جدا بوجودهم مع بعض. وطبعا هنا ما ننساش الفنانه صابرين والفنانه بسمه، يعني مسلسل الحقيقه شدد الناس جدا من اول يوم. اعمال كتير كمان، مسلسل الحشاشين فيه وجوه كتير جديده، منهم احمد عبد الوهاب وساره الشامي، واللي طبعا قصه حبهم كل الناس بتتابعها في المسلسل. امبراطوريه ميم كمان، هاجر السراج، يعني الهام صفي، نور النبوي، طبعا ما نقدرش نقول دلوقتي انه بقى وجه جديد لانه الحقيقه انه بقى من النجوم اللي موجوده وبتمتعنا بشكل كبير. خلينا نتكلم عن هذه الوجوه الشابه اللي موجوده في دراما رمضان 2024 وازاي شايفهم الناقد الفني مصطفى الكيلاني. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي. ازاي شايف التوليفه دي من الوجوه الشابه في 2024 والموسم الدرامي اللي انا بقيت اشوف انه بقى فيه فرص كبيره للشباب في بطولات من بابها المسلسلات شايلها شباب؟ هو البداية بدأت مع واتشت، واتشت فتحت المجال للشباب، و يعني عصام عمر احنا عرفناه من بالتو، هاجر السراج برضو المسلسل يعني كان قالب الدنيا برضو، حالة خاصة، حالة خاصة بالظبط كده يا فندم. فاحنا عرفنا الأسامي دي بدأ بالبداية كانت مع واتشت، واتشت ادت مساحة للشباب في بطولات. البطولات دي اولا المسلسلات اتعملت بشكل جيد جدا، افكار جديده فتحت مساحه للممثلين، مش كمان للممثلين وللكتاب وللمخرجين. يعني حضرتك ذكرتي بالتو، كان كتابه لاول مره برضو المؤلف، صحيح بالظبط، احمد عاطف لاول مره، عمر المهندس لاول مره، عصام عمر بطل لاول مره، حالة خاصة نفس الحدوتة. وأعتقد نجاحهم الكبير ولو إحنا هنا بنتكلم على بالتو أكد على أنه الخطوة دي كانت صح، أنه ندي المسؤولية للشباب ونجحوا بشكل كبير فنقدر نعتمد عليهم في اللي جاي. بالظبط كده. هو لو حضرتك تابعتي برضه هتلاقي ريفو في نجوم هنا معروفين زي امير عيد، بس في الاخر في التمثيل ما كانش عندهم تجارب قبل كده. راكين سعد ما خدتش البطوله قبل كده بالشكل ده في الجزئين. تحقيق نفس الحدوته، اتزان نفس الحدوته، صدقي صخر طالع من ريفو ومثلا ومعاه مجموعه كبيره ممكن هيشتغلوا بعد كده. مجموعه برضه في ستاند اب كوميديان بقوا ممثلين دلوقتي، زي طبعا على راسهم طه دسوقي، وكمان هتلاقي وليد المغازي موجود في مسار اجباري، هتلاقي كذا حد موجود. الناس الموهوبين اتفتح لهم الباب الاول من خلال واتشت، اللي انا شايف ان وجودها كمنصه مهم جدا. والسنه دي مثلا هتلاقي عندهم في لحظه غضب في رمضان بيتعرض حصريا على المنصه، هتلاقي برضو في مساحه جديده للشباب مع صبا مبارك ومحمد شاهين وضيف الشرف كان فراج. فالشركه المتحده بتحاول ان هي تقدم مجموعه من النجوم يبقوا ولادها، يبقوا طالعين من تحت ايدين الشركه مقدمه لهم فرص، ومش في التمثيل بس، في التمثيل، في الكتابه، في الاخراج، في التصوير، في كل المجالات. وده بصراحه دول اللي هيكونوا نجوم المرحله اللي جايه، دول اللي هيكون عندهم افكار جديده وطازه وخيال مختلف. صحيح. عايزين يقدموا افكار الشباب اللي زيهم واللي هو المشاهد الرئيسي الان للمسلسلات، خاصه على المنصات. يعني الجمهور العادي وجمهورنا في البيوت بيبقى معظمه بيتفرج تلفزيون، الشباب الاصغر مننا شويه هم جمهور المنصات. لما بيلاقوا الشباب دول مساحه وانه عندهم جوه واتشت مساحه كبيره، لما بيطلعوا على التلفزيون خلاص انت عملت لهم الارضيه الجماهيريه بتاعتهم. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الفني مصطفى الكيلاني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كده مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، وطبعا هسيبكم مع السهره مع ماتش مصر ونيوزيلندا، شكرا جزيلا على وجودكم معانا.